انت بقى عشتي كم مرحله من الهبته يا استاذه في كم الحقيقه؟ مرحله في الحقيقه في الحقيقه انا خلاص اكيد وصلت لاخر مرحله، يعني انا في المرحله الاخيره اكيد يعني. مش باين. بس لا هادي مبسوط جدا على فكره. هادي يعني احنا بقى بنتكلم بزوج وزوجه. انتوا قصه حبكم من زمان بقى لها كتير ومتجوزين من فتره كبيره وفي حاله من التوائم. قولي لي شفتي ايه من علاقه الحب اللي ما بين هادي الباجوري وياسمين رئيس في روايه هبته او في فيلم هبته؟ انت بتسالي اسئله صعبه قوي يا جماعه. ده اسهل حاجه بقى انا كل طيب. بصي هقول لك حاجه، لما بتبقى في علاقه بقالها فتره اكيد بتعدي بحاجات كتير، يعني مش كل الاوقات بتبقى حلوه ومش كل الاوقات بتبقى نص نص، بنعدي بكل حاجه زي اي اتنين في الدنيا. في هبته المفروض انه العلاقات اللي احنا شفناها عدت بكذا مرحله، عدت بالجنون وعدت الحلم والوعد بكل حاجه، بكل الحقيقة. كل مراحل، هي كل علاقه بتعدي بكل المراحل، احنا عدينا بكل المراحل، وهي الدنيا كده ابس اند داون، يعني ساعات بنطلع وساعات بننزل. طيب بس الحمد لله.